بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النظام المجرم يقوم الآن بتدمير أهم معلم في مدينة دير الزور. الجسر المعلق ينهار بشكل كامل، وها هو يتدلى على سطح الماء بعد أن قام النظام بقصفه بالدبابات. لم يسلم أي شيء من بطش هذا النظام المجرم. الجسر دمر بشكل كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، ما زالت القذائف تنهال على هذا الجسر. الله أكبر، النظام يدمر الجسر المعلق في دير الزور. انظروا يا عالم، انظروا يا عرب، هذه وحشية هذا النظام. حتى الجسور لم تسلم من إجرامه. ما ذنب هذا الجسر الأثري؟